The Ajax Corporation has an overhead crane that has an estimated remaining life of 10 years. Will the crane can be sold now? ممكن أبيعه ب 8000 for $8,000. If the crane is kept in service, سابوه يكمل, it must be overhauled immediately at cost of $5,000. يبقى لازم أعمل له عمرة ب 5000 غير ال 8000 بتوعه. يبقى 13000. Operating and maintenance costs will be $3,000 per year after the crane is overhauled. The overhauled crane will have zero market value at the end of the 8-year study period. يبقى هيدرس 8 سنين بس مش 10، وهيبقى تكلفة السنوية للمينتنس والأوبريشن 3000 غير الثمانية مع الخمسة اللي هما الانيشال كوست. Will a new crane will cost $20,000, will last برضو 8 years and will have $4,000 market value at that time, بعد 8 سنين يعني. Operating and maintenance بس 1000 per year. ولو عندنا 10% بيقول لي should the company replace the old crane, يبقى احنا عندنا قديم وجديد, ديفندر وتشالنجر. الديفندر عندنا 5 و3 8 و3000 اوبريتنج ومفيش ماركت فاليو. اما الجديد هندفع له 20000. الحلو في تكلفته تبقى بس 1000 سنوية, وهاخد ماركت فاليو 4000. الاي 10%. مين افضل؟ نحسب الانيوال هنا وهنا ونشوف مين افضل. الانيوال وورث 10% للاولد او الديفندر هيساوي ماينس 8000. A given P ل10% و8 سنين, وعندنا 1000 لا 3000 كل سنة. ال A given B point 10% و8 سنين 18.74. إذن ماينس 8 في 18.74, ومعنا كمان 3000 صيانة كل سنة, فيطلع 18.74 مظبوط ماينس 8000. لا هنا في 8 وفي 5 كمان, كان بيصير 8000 زائد 5, نسينا دول. التلات تلاف هي الصيانة, يزيد 13000. يبقى 13000 في 18.74 وكمان 3000 ماينس 5 4 3 6. يبقى دي تكلفة الماشين الأولى. طيب الماشين الثانية نشيل ده اللي هي نيو انيوال وورث 10% للنيو, دي ما فيهاش صيانة, ماينس 20000 على طول, نفس الرقم اللي هو 0.8074. وبعدين في عندنا 1000, لكن في بلس 4000 في اي جيفن اف اللي هتبقى بوينت, نشيل الواحد ده لان 10%, يبقى 8 7 4 يساوي ماينس 20000 في 18.74 وماينس 1000 وزائد 4000 في 0.8074. طلع التكلفة السنوي للجديد 4398. طب اخد مين بقى؟
ناخد تكلفة أقل، طالما الاتنين بالسالب بناخد تكلفة أقل. إذا نريبليس، خلاص ريبليس the old and buy new، أو ممكن تقول replace the defender and buy the challenger. System at a biomass fueled power plant uses an electrostatic precipitator، مرسب يعني، to clean the gaseous effluents، الرواسب اللي هي غير مرغوب فيها. The power plant has consistently made use of the same type of ESP over the past several years. The installed cost of a new ESP has been relatively constant at 80,000 dollars، يعني تكلفة 80,000. Records of operation and maintenance expenses indicate the following average expenses per year as a function of the age of ESP، يعني كل سنة في expense اللي هو الاوبريشن والمينتنس اكسبنسز، طبعا السنه الاولى 30، الثانيه 30، بعد كده يزيد كل شويه 5000. بالعكس بقى الماركت فاليو، ذا ماركت فاليوز اوف ذا اي اس بي ار اولسو ريزنبلي ويل نون از ا فانكشن اوف ايج، يعني طبعا يقل اكيد. يعني لو انت اشتريت معده وبعتها سياره مثلا، بعتها بعد سنه، خلينا نقول هي كانت ب 80، بعتها ب 60,000، طب ثاني سنه تقل سعرها، وثالث ورابع وهكذا. Determine the best time to replace the ESP if the MAR is 15% per year. عايزين الايكونوميك سيرفيس لايف، تعيش احسن مده بحيث تكون التكلفه السنويه اقل. بنعمل ايه طريقه الحل؟ برسم لو استخدمتها سنه، لو استخدمتها سنتين، لو استخدمتها ثلاثه اربعه خمسه. طبعا لو استخدمتها يبقى الاوبريشن او الاوبريتنج والمينتنس اكسبنس تبقى موجوده، وسعر البيع يكون في اخر سنه. اذا بعتها في السنه الخامسه ادي السعر، هاخده من هنا 12.5، هاخده من هنا. لو بعتها بعد 4 سنين هاخد 25,000، بعد 3 سنين هاخد 40,000، سنتين هاخد 50، وسنه واحده هاخد 60. لكن في جميع الاحوال يعني احنا بنبيع مره واحده، لكن المينتنس كل سنه. يعني لو عشت سنتين هاخد المينتنس 30 و30، 3 سنين مثلا هاخد 30 و30 و35، وهكذا 5 سنين هاخدهم كله، بس هبيع مره واحده. طب بنعمل ايه؟ بنحسب الانيوال وورث لكل مده سنين. يعني هنا مثلا هحسب الانيوال وورث للشكل ده، هجيب كل باي شكل، هجيب كله بريزنت وانا احوله لانيوال، هقول البريزنت وورث لل 15% سنه، هيطلع رقم. وبعدين اجيب الانيوال وورث 15% لسنة، هنا هجيب البريزنت وورث 15% لسنتين، وبعدين هجيب الانيوال وورث 15% لسنتين، وهكذا. اول سنة سهلة، كان ممكن اودي دي هنا، بس خلينا نمشي على نظام واحد. البريزنت وورث لسنة ماينس 80,000، هنا في 30 وهنا في 60، يبقى الفرق 30، يبقى زائد 30,000 بي جيفن اف 15% وسنة واحدة بس، لأن هرجع الفرق سنة، اللي هي بي جيفن اف 86.96. طلع الرقم اللي هو البريزنت وورث المكافئ لده ماينس 80,000 زائد 30 في 86.96، طلع ماينس 53,912. اخد الرقم ده على طول كده اهو، احطه هنا واضربه في ايه المرة دي بقى العكس، A given P 15% وسنة، اللي هي 1.15. طلع الانيوال وورث لو استخدمت المعدة سنة واحدة بس ماينس
61,999. وده اللي هقارن بيه لو عاشت سنة واحدة بس، ملناش دعوة بالبريزنت وورث، ليها علاقة بالانيوال بس. طب تعالوا نعمل، لو كان هنستخدم المعدة سنتين هعمل ايه؟ ماينس 80,000 هجيب البي الأول، وماينس 30,000 دي هرجعها سنة واحدة بس، وبعدين هنا بقى 50 شيل منهم 30 يبقى زائد 20,000 هرجعها سنتين. تعالوا نحسب كده، هنا هقول في جيفن اف اي وسنة واحدة اللي هي نفس الرقم ده 0.8696. طب هنا سنتين اللي هو هيكون 75.61 اللي هو طبعا بي جيفن اف 15% وسنتين، هيطلع بي تعالوا نحسب ماينس 80,000 وماينس 30 في 86.96 زائد الفرق بين السالفج وبين الاوبريشن في 75.61. طلع اكيد البي اكبر، اكيد ما فيهاش كلام 90.9، بس ده بتاع سنتين مش سنة واحدة. فلما احوله لإيه جيفن بي 15% وسنتين، طبعا هيقل كتير، ايه جيفن بي 61.51. فطلع بصوا ما اقل من استخدام سنة واحدة، طلع 55,000 بس 9.53. يبقى مبدئيا استخدام سنتين احسن من استخدام سنة واحدة. حسبنا سنة سنتين بنفس الطريقة، نحسب البريزنت وورث لثلاث سنين، بفرض انا هستخدمها ثلاث سنين وهبيعها بعد السنة الثالثة، نهاية السنة الثالثة. هحسب بريزنت وورث واضرب البريزنت وورث في اي جيفن بي لثلاث سنين يديني الانيوال وورث لثلاث سنين. اربع سنين قدامنا احسب لها بريزنت، احسب لها انيوال، خمس سنين بريزنت انيوال، وبعدين اشوف الارقام كله طبعا تكلفة. ده 62,000 اول لو استخدمها سنة واحدة، لو سنتين احسن شوية 55,000 بس، لو ثلاث سنين 54,000، خمس سنين وست سنين 56,000، 54,000 اقل سنين. اذا الايكونوميك سيرفيس لايف ايكوالز 3 years، وابيعها في نهاية السنة الثالثة. هاي سبيد الكترونيك اسمبلي ماشين واز بيرشيز 2 ييرز اجو فور 50,000 دولارز، من سنتين اشتريناها مالناش دعوة بالسعر من سنتين. At the present time it can be sold for 25,000 دولارز. حلو، ده سعرها الحالي كأني اشتريتها بالسعر ده. And replaced by a newer، يبقى ممكن احتفظ بيها او استبدلها بواحدة جديدة موديل جديد. Having a purchase price of 42,500. Or it can be kept for in service for a maximum of 1 year. يبقى الديفندر اللي هو القديمة تقدر تعيش بس سنة maximum، يبقى 1 year. Will the new assembly machine if purchased has a useful life of not more than 2 years. The projected resale values and operating and maintenance costs for the Challenger and Defender are shown in the accompanying table. اللي هو ده on a year by year basis، يعني ندرس كل سنة. If the before tax mar 15%، when should the old assembly machine be replaced، يعني نحب نبدلها الحين ولا نحتفظ بها سنة، مش أكتر من كده. Use the following data table for your analysis. طب نبدأ بالقديم. القديمة يا إما أحتفظ بيها لمدة سنة او اخلصها دلوقتي، يعني نبيعها دلوقتي على طول. انا عندنا هنا 25,000 وعندنا هنا 17,000 وهنا 14,000، يبقى القديمة اهي هشتريها كأني اشتريتها ب 25,000
هتقعد معايا سنة واحدة ماكسيمم، هتكلف عليها 14,000 وباعها ب 17,000. طيب تعالوا نحسب لو قعدت معانا سنة اللي هي القديمة، فهقول الانيوال وورث 15% للأولد، هي سنة واحدة، فهننقل الرقم ده لهنا ونجمع دول، تبقى ماينس 25,000 في F given B 15% وسنة، يعني 1.15 سنة واحدة. بعدين ماينس 14,000 ده الأوبريتنج، وزائد 17,000 مش هعمل فيهم حاجة لأن دول عند نهاية السنة الأولى، يساوي كام؟ دول 3 و25,000 في 1.15 طلع التكلفة لو قعدت معايا سنة هتكلفني 25,750. يبقى دي تكلفة الاحتفاظ بالماشين القديمة، بالماكينة القديمة لمدة سنة. طب لو شريت الجديد، الجديد يقول سنتين، احنا ما نزعق بسنتين بقى، احنا نجرب سنة واحدة بس، ما هو ممكن في السنتين يغلب بس في السنة ما يغلبش، فاحنا نقول لو السنة اللي هي دي أفضل أشتريها، لو كانت دي اللي أفضل نحتفظ بيها سنة وبعدين نشتري دي. فتعالوا نشوف السنة الواحدة من الجديد أخبارها إيه. عندنا هنا 42,500 وتكلفتها 10,000 الأوبريتنج، ونباعها في نهاية السنة الأولى 31,000. يبقى هدرس السنة برضو، فإذا القديم أفضل أحتفظ بالقديم سنة وبعدين أبدل، إذا الجديد أفضل حتى في سنة يبقى أتصرف، يبقى أبيع القديم وأشتري الجديد. تعالوا نقول الأنيوال وورث 15% للنيو، ماينس 42,500 برضو اف جيفن بي 15% وسنة، وماينس 10,000 صيانة، وزائد 31,000 هاخدهم، فبيبقى ماينس 42,500 في 1.15 ماينس 10,000 زائد 31,000. طلع ان انا هتكلف لو احتفظت بيها اول سنة 27,875. ممكن لو حسبنا على سنتين يطلع الانيوال افضل للماكينة الجديدة، لكن احنا نقول ايه نعمل دلوقتي، نحتفظ بالقديمة سنة وبعدين نشتري الجديد، فاقول كده keep the defender 1 year then replace، وبعدها replace then replace. owns a pressure vessel that is contemplating replacing، يعني بيفكروا يغيروها. The old pressure vessel has annual operating and maintenance expenses of 60,000 per year and it can be kept for 5 years 5 more years at which time it will have zero market value، ملهاش salvage. It is believed that 30,000 could be obtained from the old pressure vessel if it is were sold now، لو بعناها ناخد 30,000 وده قيمتها الحالية. A new pressure vessel if it is were sold now، يعني لو احنا بعنا القديمة. A new pressure vessel can be purchased for $120,000. The new pressure vessel will have a market value، مش an a market value of 50,000 in 5 years and will have annual operating and maintenance of $30,000 per year. Using MAR 20% per year determine whether or not the old pressure vessel should be replaced. A study period of 5 years appropriate. احنا عندنا المدد متساويه، فاقدر اجيب يا بي بريزنت وورث للاثنين او انيوال وورث او فيوتشر وورث. الاسهل يا اما بريزنت
فاحول دول كلهم بي وده ودول بي، او ايه لان عندي ايه فاحول الاتنين دول ايه وده ايه اللي انت عايزه. لكن اف هتحول كله فكتير. نحل ازاي؟ ايه رأيكم؟ ها ناخد مثلا الانيوال، انيوال وورث 20%، هنسمي ده اولد الاولاني وده نيو. فالانيوال وورث للاولد بس هحول دي، هقول ماينس 30,000 في ايه جيفن بي 20% وخمسة بس خلاص، مع ماينس 60,000. طبعا كلهم ماينس، احنا هنقارن تكلفة بتكلفة هيطلع رقم. كان ممكن احول كله بي واحول كله بي، بس خلاص اخترنا الايه طبعا نفس الجواب. والانيوال وورث 20% للنيو بيساوي ماينس 120,000 في نفس المعامل ده A given P اللي هطلعه من الجدول 20% وخمسة ماينس 30,000، مش هعمل فيها حاجة. هنا بقى في زائد 50,000 A given F 20% وخمسة. تعالوا نطلع المعاملات. A given P 20% وخمسة 33,44. حلو، يعني اشتغل رقم تليفون كويس. ده هيكون كام؟ هتشيل 20%، هيكون بوينت 13,44. نتأكد منه برضو. A given F 13,44، دايما الفرق بين ده وبين ده A given B و A given F قيمة ال I. طيب تعالوا نحسب ده ونحسب ده ونختار الأولاني ماينس 30 في بوينت 33,44 وماينس 60,000، طلع كله على بعضه ماينس، هتكلف 70,000 و$32 بير يير. طب هنا ماينس 120,000 في بوينت 33,44 وماينس 30,000، شوفوا الفرق 30 ده 60، وبعدين وهاخد كمان 50,000 بس دفعت في الأول كتير، بوينت 13,44 طلع ماينس 63,000 أقل أهو 408. طيب التكلفة السنوية هنا أقل، طبعا تشيل إشارة الماينس عشان تعرف تقارن، تكلفة ده أقل من ده. سو سيلكت نيو، أو ممكن تقول ريبليس ناو زي ما انت عايز. City Water and Waste Water Department has a 4-year-old sludge pump that was initially purchased for 65,000. This pump can be kept in service for an additional 4 years or it can be sold for $35,000 and replaced with a new pump. The purchase price of the replacement pump is 50,000. يبقى الجديدة هتكلفني 50,000. The projected market values and operating and maintenance costs over the 4-year planning horizon are shown in the table that follows assuming that follows اللي هو ده. Assuming ان مارتن بيرسنت أول جزء في السؤال عايز determine the economic life of the challenger. ملناش دعوة بالديفندر، التشالنجر اللي هو ده اللي هو تكلفته 50,000، لو استخدمته سنة هيكلفني 13,000 أول سنة وأبيعه ب40,000، لو كلفته سنتين أول سنة كلفني 13، تاني سنة كلفني 15.5 وهبيعه ب32,000، طبعا ملناش دعوة ب40,000 خلاص. لو استخدمه 3 سنين هتكلف 13 15.5 18 وأبيعه ب24، لو استخدمته 4 سنين هتكلف كل دول وابيعه ب16,000. ازاي نحسب الايكونوميك لايف؟ احسب الانيوال وورث لكل سنة، انيوال وورث لكل سنة. طيب نعمل ايش؟ نجيب الانيوال وورث مختلفين، اجيبهم بي وبعدين احولهم ايه. دايما هنحل كده، مع اني سنة واحدة ممكن اودي ده هنا على طول، بس عشان ما تتلخبطوش دايما هجيب البريزنت وورث 10%
أول مرة سنة. طيب هيطلع لي إيه؟ ماينس 50,000 اللي اشتريت بيها، بلس، ليه بلس؟ لأن 40 ناقص 13 يطلع 27، أجيبهم بي، يبقى أقول بي جيفن اف 10% وسنة. الرقم ده من الجدول 90 91، فطلع ال present worth ماينس 50,000 زائد 27 في 90 91 ماينس 2 5 4 5 4 دولار. طيب لازم احولها بقى لايه؟ هقول annual worth 10% الواحد هتساوي ال present worth ضرب a given p 10%، وفي حالتنا هنا سنة اللي هتطلع 1.1. فطلع الـ present worth ماينس 28,000. طبعا كان ممكن من الأول أقول 50,000 في 1.1 عشان أجيبها f given b زائد 40 ناقص 13 يطلع 28,000. بس الكلام ده مينفعش غير في سنة واحدة، في سنتين لأ. هقول present worth 10% لسنتين، يلا مع بعض كده، ماينس 50,000 اللي هو سعر الشراء، وبعدين ماينس 13,000 في بي جيفن اف 10% وسنة، ماينس خمسة، لا مش ماينس، بلس بقى، لأن هطرح ده ناقص ده، 32 ناقص 15.5 يعني يطلع 16.5. A given، لا مش A، F B given F 10% وسنتين. طيب هنا 90 91، وهنا 82 64، فطلع ال present worth minus 50,000 ماينس 13 في 90 91 زائد 16.5 في 0.8264. طلع الـ present worth 4,8183. لازم نجيب الـ annual worth، احنا بنقارن بس بالـ annual worth اللي هو الـ present worth 2 في A given P المرة دي سنتين، اللي هو 5 7 619. طلع ماينس 27,762. هنفضل نعمل كده لكل سنة. يبقى دي السنة الأولى، السنة الثانية طبعا أرخص شوية، هنحسب السنة الثالثة والسنة الرابعة وناخد الأرخص. ده بالنسبة للديفندر. يبقى مرة تاني طبعا هكتب الكلام ده ورا، بس أشرح السؤال وبعدين نكتب النتائج. مرة تاني هعمل إيه؟ في 3 سنين هحط نفس دول، بس هزود سنة ثالثة وأحط فيها 18,000 وأبيع ب24، واحسب بريزنت ثم انيوال. بعد كده 4 سنين هحط ده وده وده و18 و20.5، واحط سعر البيع ب16، واحسب بريزنت واحسب انيوال، واشوف اقل انيوال وورث، ويبقى هو ده الايكونوميك لايف. تعالوا نشوف الاجابه.